للأندية، هل كان أحد يراهن على ذلك قبل انطلاق المسابقة؟ نعم، فهؤلاء اللاعبون لا يزالون يراهنون على أكثر من ذلك، إكمال المعجزة وإحراز اللقب. الارتياح باد على وجوههم، لكنهم يخوضون مباراتهم الرابعة في 10 أيام، فهل من تأثير؟ لازم اللاعب عندما يلعب يتعلم يلعب أون سوفرونس، السوفرونس نتاعو، يعني دوا سوفرير سو لو تيران. جو بونس كون بلي روسي باش نجمو نتغلبو على العوائق البدنية اللي موجودة عند اللاعبين. أهم عنصر حتى اللحظة هذه هو كونه ما صارتلناش إصابات رغم ضغط المباراة. نحاول في بداية المباراة أننا نكون سباق التسجيل باش ندخلوا في الشك، لأن ربما الشك زائد الضغط فغادي يقدر يخلينا نديو المباراة. فكل شيء ممكن في كرة القدم. بالنسبة لتي الضغط فاللاعبين يعني متحررين بشكل كبير من الضغط. الفريق الأخضر يبدو مكتمل الصفوف، وقد ابتعد شبح الإصابة عن لاعبي. هذه آخر تجمعاتهم الإعدادية، دفء التحضير أنساهم برودة الأجواء، متحررون من الضغوط ومتحمسون لساعة الصفر، بل واثقون من حظوظهم. الفريقان المتواجدان في النهائي هما بالضرورة الأفضل أداء ومستوى، والمباراة غير محسومة مسبقا. صحيح أننا نواجه عملاقا اسمه بايرن ميونخ، لكن النتيجة لن تعرف سلفا، سنعمل جاهدين قصد تحقيق الفوز. آخر فصول الملحمة اقتربت، فهل يسدل ستار المونديال على أكبر إنجاز كروي في تاريخ المملكة؟